أتأسف أن يعني في تشخيص مسألة التطبيع في شخص بوريطة. حنا تنعرفوا باللي أنا طبعا راه تنقول قلت وأقول وسأقول بأنني ضد التطبيع، ولكن أن أشخص المشكل في شخص يعني هذا صغير للمشكل. حنا تنعرفوا باللي وزراء الخارجية في المغرب ولا خارج المغرب باستثناءات قليلة وهم سعاة بريد آخر المطاف، دائما السياسة الخارجية هي احتكار لرئيس الدولة. وزراء الخارجية اللي يأخذوا استقلالية كبيرة ويبادروا القلال في تاريخ البشرية، يعني بحال حالة كيسينجر في الولايات المتحدة ولا الحالة ديال الوزير الخارجية الروسي حاليا، ما عموما وبالتالي أن نتلافى طرح المسألة يعني الموضوع الحقيقي للخلاف بين البحث عن الحائط القصير تيولي تطرح أسئلة. علاش أنتم تتلافون الحديث على رئيس الدولة؟ وأنا مع فعلا يعني رئيس الدولة في جميع الحالات الخلاف معه يجب أن يأخذ حدودا، ليست فقط الاحترام والدبلوماسية لا، ولكن مسألة ديال الكيان الدولة. إذن من الأفضل إلى بتتلافى أن تخاطب صاحب الجلالة فخاطب الحكومة أو تحدث عن الإدارة وليس عن الدولة، لأن الدولة فيها الشعب. ننتقد إدارة الدولة، أما أن أختصر المشكل في شخص وزير هو ليس إلا ساعي بريد تطرح أسئلة. شنو هذه الأسئلة؟ السؤال هو أنه إحنا لاحظنا أنه كاين خطاب ديال المطالبات ديال التركيز على عزيز أخ النوش رئيس الحكومة، وهنا أيضا كاين مشكل، لأن عادة السياسة تناقش البرامج وليس الأشخاص. أنا في آخر المطاف الصراع بين بنيات وبين برامج، ولذلك أنا كنت مع موقف بركيران عندما خذلهم، كانوا ينتظرون أنه سيندمج، وقال عن حق بأنه المشكل لن يحل بتغيير شخص بشخص، مشكل حكومة، وإذا كان مشكل حكومة خلينا أن نعطيها وقتها الكافي. وعندئذ إذا ثبت أنها فشلة فعندئذ سيطرح المشكل على مستوى البرلمان نفسه بحله وإعادة الانتخاب. إذن في هذه الحالة أنا عندي الحق نطرح أسئلة. واش الذين ركزوا بالأمس على شخص عزيز وفشلوا بسبب الموقف ديال حزب العدالة والتنمية في الشروط الجديدة هم أنفسهم الذين التفوا على الحكومة وأخذوا يختارون أشخاصا منها؟ القجع البارح بسبب الرياضة والبوريطة اليوم. هنا يمكن طرح عليا السؤال، إذن ما هو تفسير ذلك؟ تفسير أن القضية ما عندهاش علاقة بالتطبيع، إذن بغض النظر على نوايا الشعارات عندها علاقة بالسياسة الداخلية. فهذا الصدد، إذن من هم الذين اللي هما ضد حكومة أخ النوش والذين عندما ركزوا على الرأس وعندما لم ينجحوا الآن يركزون على أشخاص ليحدثوا ثقبا في بين قوسين في جدارها لنقول. أنا تنبه بأن هذه أول حكومة. أنا طبعا كنت موقفي كان واضح أنه ما كاين انتخابات هذه المرة الأخيرة، وبالتالي ما كاين سابقا على الأقل كانت زوير وكذا، أما هذه المرة ما كاين ولو. ومع ذلك فيما بعد انتبهت بأنه رغم ويخرج الحي من الميت، رغم فساد العملية الانتخابية، ولكن طلعت لنا واحد الحكومة تتعكس واحد التطور سياسي مهم. ما هو
عليا نوضح واحد المسألة. الديمقراطية كآلية فيها حياة الإدارة والصوت الوحيد المعطي الوحيد، الحرية الديمقراطية، التعددية، التنوب إلى آخره، هاد البنية السياسية والتنظيمية إلى آخره، هي منتوج من؟ منتوج الرأسماليات، لا تعكس التناقض بين الرأسمالية والشعب، لا، تعكس التناقض داخل الرأسمالية. فهي إذن بالدرجة الشعوب تستفيد منها بالطبع، ولكن هي قضية الرأسمالية لأنها تحل تناقضاتها بدون عنف. الرأسمال العقاري، الرأسمال الفلاحي، الرأسمال التجاري، الرأسمال المالي، الرأسمال إلى آخره التجاري. إحنا سابقا كان الصراع ما بين الرأسمالية ككل والشعب، وبالتالي لم تتقدم الديمقراطية إلا والانتقال إلا ببطء شديد، وكان سبب أننا صمدنا نسبيا في الانتقال رغم تعثراته هو القضية الوطنية. الجديد الآن هو أن الرأسمالية في المغرب لم تعد منسجمة وموحدة، وبدأت إرادة واستراتيجية واحدة كما كان الحال سابقا في مواجهة الشعب. الآن وقع انشقاق، انقسام داخل الديمقراطية، داخل صفوف الرأسمالية المغربية. إذن ستتاح الفرصة لأول مرة في أننا اقتحمنا باب الانتقال نحو الديمقراطية، الباب الحقيقي اللي هو عندما يصبح التناقض الصفوف الرأسماليين بين من ومن. في نظري بين رأسمالية الدولة تيسمعوا شي وحدين المخزن السياسي، وبين الرأسمال الخاص الذي كان طوعة يد رأسمالية الدولة، خصوصا في الوجه ديالها البارز الإداري اللي هو وزارة الداخلية. هادو أصبحوا خدوا واحد درجة بالاستقلالية. إذن الذين يطالبون لتضروا، خلينا من الشعب متضر ديما، ولكن الجديد الآن هو اللي تضروا هما الرأسمال ديال الإدارة البيروقراطية والتكنوقراطية الدولة. إذن في هذه الحالة وفي اختلافه مرحمة شيء إيجابي، ولهذا هما اللي طرحوا مسألة أخنش باش نوضح نسبيا. تجمعة الأحرار ماشي هو البام صناعة الإدارة، هذا كان صناعة الإدارة في الأصل، ولكن بدأت يأخذ استقلاليته نسبيا خصوصا الانتخابات الأخيرة. يعني كان بدرجة الآن البرلمان ديالو، الحكومة ديالو، المجال الجوية ديالو، الغرف، البلديات، يعني خداو واحد، ولكن يمكن لنا نلاحظوا النتائج بين مزيوتين الإيجابية لهذا الحدث في عدة مضايا. الآن مبقاتش مساومة بزاف، أنت تشوفوا وزارة الداخلية المذكرة الأخيرة ديال الفتيت ما تجمعوش بين المصالح، كانوا تيقولوها البارح. شوفوا الفرقة الوطنية والشرطة القضائية تضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا. إذن بداوا تتصارعوا بيناتهم، شكون اللي غادي يستفد من هذه القضية؟ يستفد الديمقراطية، يستفد الوطن، يستفد. ومن ثم ما خصناش حنا نطيحوا في هذه اللعبة ديال نكونوا مع طرفين ضد طرف، خليهم يتصارعوا بيناتهم، لأن الصراع بيناتهم سيفتح الباب للحريات الديمقراطية وللتعددية وللتراكم الديمقراطي. علاش نقول هذا الشيء كذا؟ لأنه تنعرف باللي بوريطة مستهدف من طرف عناصر داخل الإدارة المغربية، وبالتالي اللي تيرفع هذا الشعار تيخدم واحد الجهة ضد الجهة، وليس ومشي تيخدم بالدرجة الأساسية محاربة التطبيع التي هي موقف الشعب المغربي كله. بالمناسبة تنقول باللي اللي ما عندوش استراتيجية، اللي ما عندوش وضوح نظري فكري كذا، كتيقول هيجل، يجد نفسه موظفا في خدمة استراتيجية غيره، وقد يكون هذا الغير خصما له، وقد يكون حتى عدوا. ولهذا ما ينقص عموما الحركة الإسلامية من جهة، وما ينقص بعض الديمقراطيين الوطنيين وما يسمى باليسار في المغرب،
هو ضياع البوصلة، وبالتالي يمكن بخطاب عفوي، بخطاب تجريبي، بخطاب عاطفي، بخطاب قومي، يلقوا راسهم في يتناقضون مع منطلقاتهم ويتناقضون مع أهدافهم من حيث لا يحتسبون، ويقعون في الشعبوية التي هي رغم أنها تدعي بأنها شعبية ولكن هي في العمق عدوة الشعب، لأنها تستصغر الشعب وتعتقد أنه أن الشعب بسيط ساذج فطري غير واعي، وهذا غير صحيح. اللي تيبان في المغرب وأنه الشعب واعي جدا وكما ما تعبرش على وعيه فقط، في حين النخبة عندها القدرة على التعبير. ولكن إلا كان البارح في المظاهرة تيسولوني شي وحدين تيقولوا فين هما المواطنين، تنجاوب وتنقول ليه المواطنين سيكونون معكم عندما تكونون معهم، عندما تحسنون التعبير عن مطالبهم باستراتيجيات تطابق مصالحهم. هذا هو اللي كان حصل لي من مهدي مبركة، هذا هو اللي كان حصل لي من الحركة الوطنية في أيام الاستعمار، هذا هو اللي كان حصل مع عبد الرحيم بوعبيد إلى آخره. الناس كانوا معهم، الآن ما كاينينش معكم الناس، لأنه أنتم ماشي مع الناس، لأن وظيفتكم ما تتقوموش بها. ما هي وظيفتكم؟ وظيفتنا كنخبة هي القيادة النظرية، القيادة الفكرية. أما أن نخلط بين العدو والصديق، نخلط بين العدو والخصم، نخلط بين أن نجد أنفسنا في خدمة استراتيجيات لا تهم المواطنين والشعوب بل تهم خصوم الشعب، فهنا المواطنين يعودون إلى الخلف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.